كابتن تامر ثروت وكل مشاهدي ومتابعي شبكه قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان هنا من استاد السويس الجديد وانتهاء هذه المباراه مباراه النادي المصري امام بيراميدز بتفوق المصري بهدف دون مقابل مع طبعا عريس الليله وصاحب هدف المباراه ومان اوف ذا ماتش محمد الشامي. نقول لك يازن وش حلو عليك حبيبي يا كابتن. طبعا بمس عليك وعلى ضيوفك وضيوف البرنامج. الحمد لله طبعا ماتش صعب ومهم قدرنا ناخد 3 بونت ونفرح جمهورنا الحمد لله. مباراة صعبة النهاردة بيراميدز النهاردة بسكواد متميز جدا المصري النهاردة كان واضح ان في روح وفي رغبة عندكم النهاردة ان انتوا تفرحوا جماهير المصري. طبعا الحمد لله ماتش كبير احنا يعني انا عاوز اقول لك ان احنا بننزل كل ماتش يعني احنا بامانة يعني مش فارق معانا بنلعب اهلي بنلعب زمالك بنلعب بيراميدز احنا الماتش عندنا بالنسبة لنا بثلاثة بونت الحمد لله قدرنا نكسب الماتش ماتش صعب ونازلين عندنا حوافز اكبر مش عاوزين نكسر سلسلة الانتصارات اللي احنا بقالنا 3 ماتشات عليها الماتش طبعا المكسب بيجيب مكسب الحمد لله والنهاردة مكسب مهم يدينا دافع الماتش الجاي في موزمبيق في بطولة افريقيا هنقفل صفحة الدوري ان شاء الله هنركز في بطولة افريقيا ان شاء الله الماتش اللي جاي يوم 7 باذن الله. كان متوقع ان هو يسجل النهارده في بيراميدز ولا كلمني عايشني كده اللحظة معاك وانت النهارده بتسجل هدف متميز جدا؟ لا والله بص انا عايز اقول لك على حاجة يعني انا الحمد لله مخلوف برضو تاني اسيست ليه؟ الحمد لله طبعا انا عايز اقول لك ان انا الحمد لله يعني بنزل كل ماتش بنزله طبعا بتمنى من ربنا ان انا اجيب جول وببقى عاوز اسجل في كل الماتشات اللي انا لعبتها التوفيق ده في الاول وفي الاخر بتاع ربنا فانا بحمد ربنا ان انا النهارده قدرت اسجل وافرح جمهورنا وافرح فريقي وكسب الفرق 3 بونت الحمد لله. 10 نقاط كده ويازن بيبص لك اكيد النهارده صداره الدوري المصري بتعني الكثير والكثير للاعبين بتعني لكم ايه ديت يا شامي؟ طبعا كبيره جدا احنا عيننا مش من السنه دي من السنه اللي فاتت عيننا على المربع وعيننا على الدوري الموسم ده يمكن اصعب وسهل في تحقيقه. يعني صعب ان انت تكسب الماتشات ويعتبر انت بتلعب فرقه مش هتلعبها تاني غير لما تبقى في التسعه الاوائل فحافز لنا احنا كلنا ان احنا كل ماتش ماتش بنكسبه كل ماتش بنكسبه يقربنا للبطوله اكتر الحمد لله. يازن بتقول لبابا ايه؟ قول له مبروك قول مبروك مبروك حبيبك الله يخليك الله يبارك فيك. كابتن تامر ثروت وكل مشاهدي متابعي شبكه قنوات اون تايم سبورتس هكذا تحدث مان اوف ذا ماتش لهذه المباراه مباراه نادي المصري امام بيراميدز محمد الشامي الان اعود لك وللسيدي تحليلي تفضل.